السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة بقاء جديدة اسمها Small Land Survive the Wilds. خلينا نشوف اللعبة هذه مع بعض ونشوف نسوي لها سلسلة ولا بس تكفينا واحدة حلقة. بسم الله. يا سلام، دخلنا العالم، نحن أقزام من عقلة الأصبع. اللي يعرف عقلة الأصبع وتفرج فيلم كرتون عقلة الأصبع معناها من عصر الطيبين. طيب، أول ما دخلت يقول الملك إنه الملكة مريضة وتحتاج علاج، فوظيفتي إني أجيب علاج للملكة. طيب خلينا نشوف هذا إيش يبغى مني. كلمني، إيش عندك يا أبو شباب؟ يقول يروح قابل كابتن اسمه هيرنا، نروح نقابله ويقول لك إنه البومات هذه تعطيك إيش، تعطيك المعلومات يعني، يقول لك الاكل يعني، نشوف اذا نحن نتكلم. ويقول اضغط الفي اشوف الاشياء. اوه، هذه الاشياء كلها نقدر نشيلها. شيل حبيبي، ما تخلي ولا شيء ولا شيء. ايوه شوف، شيل الفايبر والخشب مهم جدا اكيد. وطيب حلو، ما نحتاج. اوف والله فتحت معانا اشياء نسوي لك كرافتنج. طيب ايش هذا؟ اوه هذا صمغ رايزن، شوفوا شيل ابوه. وهذا الفايبر كمان ما نخلي ولا شيء، كله حنحتاجه. الخشب نحصره في الارض، شكله ما يتقطع من الشجر ولا كيف، ما ادري. طيب البومات هذه ترى يقول لك تقول معلومات. الحين انا مهمتي اظن اني اروح لهذا هيرني، هذا شوفوه هنا، شوفوا هذا مكانه، هذا السبون اظن لو مت يرجع من هنا. طيب ايش عندك يا بومه انت؟ ايوه طيب خلاص، والله بومات انتم كلامكم كثير وانا ابغى اجرب، انا ما ابغى اسمع كلام. طيب نطلع خلاص، ما نحتاج توتوريال، امورنا طيبه. المكان الجرافيكس جميل صح، تحسوا كذا من جد ان احنا في حفره كاننا النمل. عقله الاصبع، عقله الاصبع، مين يعرف منكم بعقله الاصبع؟ احد تفرجوا ايام والله. طيب نحن اقزام في مكان صغير، ما احنا عارفين ايش هذا الاشياء. ايش هذه؟ اوه بيض الحشره، بيض حشره، هذا شكله ناكله ولا. انتوا تلاحظوا تحت في هيلث وفي جوع وفي كومفورتبل، مرتاح ولا ما مرتاح؟ ايش قاعد تسوي يا حبيبتي؟ والله شكله في بنا في اللعبه، واو خطير خطير. طيب نطلع، المكان جميل للان، مدخنه وخشب وبيض كثير. ما اقدر اخذ من البيض، هات من البيض. ليه اديتني اول دحين ما انت راضي تديني؟ الله انك عجيب. طيب ها تضرب لي سلام، انا شكلي كذا، انا شكلي عسكري ولا قائد ولا ايه، يضربوا لي سلام يعني شايف. والله شكرا 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 لكم. خلينا نطلع من المكان، من الكهف هذا الكئيب. اوه والله من جد اني انا عقله اصبع. شوف المكان، نحن الجحر كاننا نمل. طيب هذول ايش عندهم هنا؟ اضربوا لي سلام. ايوه شكرا، انت شكرا. طيب هذول يدوا معلومات كلهم. لا ننسى ناخذ لوت، لاني اتوقع اني ححوس واحتاج الاشياء هذه. طيب يعني انا ما نعرف الانفنتوري فين. من يا سلام، عندي هنا هذه كلب، حلو هذه هيل، نحط الهيل هنا. وهذه ايش يقول لك؟ يقول لك هذا ستيك، مشروم ستيك. وهذا الخشب وهذا الفايبر وهذا الصمغ وهذا البيض. اوكي طيب امورنا طيبه للان. خذ من هنا، خذ من هنا. ايوه انت يا ابو ما ايش عندك؟ الله كلامك كثير ما في اسمع كلامك. شوف والله المشكله انه ما تبان الاشياء اللي تحتاجها، لما تضغط الفي يبان ايش الشيء اللي تقدر تشيله. شوف هنا مثلا عندك فايبر، خذ الفايبر يا حبيبي، خذ الفايبر، لا تخلي ولا فايبر رايه لا هنا ولا هناك. طيب ها هذا هو اللي المفروض نجيله. تعال ناخذ من عندك الخشب اللي في جنبك اول شيء ونشوف ايش قصتك. ها شوف كيف البري كبير وشكله لذيذ. هنا ايش في؟ ما في شيء تاخذ هنا والله، ما انت داري. طيب نكلمك، ايش المهمه حقتك؟ ليه ما تضرب لي سلام زي البقيه؟ يقول لي روح قابل واحد عجوز اسمه ليدفينك، عايش في كهف اظن، خلينا نروح اشوفه. يقول لك داون هيل. طيب نروح نشوفه، وكمان يسوي كرافتنج. ايش الكرافتنج اللي تسويه يا حبيبي؟ اوه يسوي اشياء حلوه. هذه يقول لك هذه والله يبغى لها ثقيل، يعني شوف يديك كولد بروتكشن، يحمي ضد البرد. ما نعرف البرد شكله مهم في اللعبه، يحمي ضد البرد 9 9 و9. هذا لا ما يحمي ضد البرد، هذا يديك سرعه. طيب لا خلينا نحن نبغى البروتكشن مهم، يدينا 1 1 1. طيب هذا ايش يبغى؟ يبغى فايبر 9 فايبر، وهنا يبغى 15 فايبر، وهنا يبغى الله يبغانا نروح نجمع فايبر ونجيله قبل ما نروح للمهمة الثانية. بعدين قال لي في الخريطة افتح وتحصل هذا الشايب اللي هنا، نروح نشوف ايش عنده. بس ابغى فايبر يا حبيبي، ابغى فايبر. جمع يا قلبي. ايوه جمع، ايوه لا تخلي ولا فايبر رايح موجودة، خذ في كل مكان. يا سلام على الفراشات الجميلات. طيب فين الفايبرز يا فايبر؟ اوه شوف هنا في عندي فايبرز. ايوه إيه لا تاخذ، إذا ضغطت اف يطيح في الارض، إذا ضغطت اف هولد اوه ممتاز يسحبها. وخذ كمان الرايزن، ما انت عارف بعدين نحتاجه كمان.
شكله الشايب جوة الكهف هذا، الشايب جوة الكهف اللي أرسل لي عليه، لكن أنا أبغى فايبر عشان أقدر أسوي إيش، أقدر أسوي الملابس اللي أبغاها. كم جمعت فايبر؟ شوف خذ خذ خذ، والله هذه الأشياء تجميع لوت يا حبيبي لوت. أهم شيء لا تقول لي ما أقدر، والخشب مهم كمان، خشب حلو. ايش فيه؟ شوف 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 الفايبر، يا سلام يا سلام، حلو 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 والله. المنطقة خضرة كذا جميلة، تحس الأجواء جميلة. طيب نروح نسوي، أظن عندنا كفاية الحين، عندنا كفاية فايبر جمعنا. تعال يا حبيبي سوي لي ملابس، أبغى بروتكشن، أبغى بروتكشن. انتبه الموية هنا شكلي أغرق في الموية، عقلة الإصبع هذول ما يحبوا الموية. طيب فينو فينو هنا؟ تعال يا حبيبي إيه جيتك، يلا سوي لي ملابس يا قلبي، سوي لي ملابس جميلة كرافتنج. ايوه اول شيء اسوي لي حق الصدر لانه ياخذ 18 وانا عندي 42، حلو. وسوي لي بعدين ايوه الليجنج، وسوي لي بس هذه ثلاثه، والله بالضبط جات بالضبط. طيب شوف كيف ملابسنا هذه، الله شكلها كحيان. فشوف دحين ناخذ هذا الصدر، يا سلام يا سلام، صرنا كذا ملبسين. طيب ايش باقي اليد؟ في اليد ايوه هنا. طب الملابس الثانيه ما اقدر ارميها عشان تاخذ لي مساحه، اوه شكلي خطير. ايش القرون الاستشعار هذه اللي عندي في راسي؟ والله انا حشره ولا ايش قلعه المخلوق هذا ما انت داري. طيب خلينا نروح نشوف دحين الشايب ايش يبغى مننا، لانه دحين نبغى ندور علاج نحن المين للملكه، مريضه مسكينه، ونبغى الملك تساعدوها دوروا للعلاج حقها. طيب فنشوف هنا دحين، خذ خذ، والله ماني عارف الاشياء ترجع مره ثانيه صح؟ شوف الكهف والله خطير، الكهف الإضاءة فيه مرة رهيبة مرة رهيبة يا حبيبي. تعال 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 يا حبيبي هنا، شوف يقول لي يبغى مفتاح. اها مفتاح، يقول طيب ايش صار في المفتاح؟ يقول لك في جوه صندوق المفتاح، خذ 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 المفتاح حقه ما ضاع او انسرق، والله ماني عارف. المفتاح هذا جوه فيه اكسير الحياة، يعني الملكة اذا شربت منه حتتعالج. هذا الصندوق اللي هنا. طيب فشكله يبغانا نجيب المفتاح. طيب هذا ايش المهمة؟ طيب ايش المهمة؟ خلاص عرفنا هذه، ايش تبغى مهمة؟ يقول لي انه في قرى مختلفة عندهم مشاكل، يبغاك تروح تشوف المشاكل وتشوف ايش علاقتها، هل المفتاح له علاقة فيها ولا لا. طيب روح نشوفهم نشوفهم. يعني لو فتحنا خريطة شوف حط لي ناس، شوف حط لي احد هنا وحط لي احد هنا وحط لي احد هنا. قال لي شوف ايش المشاكل اللي عندهم ويمكن عن طريقها نعرف فين راح المفتاح. فنحن نأشر على هذا، خلاص ما نحتاج نأشر عليه، نأشر على هذا عشان نروح له. طيب فخلينا نروح بس ناخذ من هنا اشياء. والله شوف ايش هذه البركه هنا، هذا حمام باني ولا ايه؟ تسبح فيه ولا كيف؟ قلعته ما يداري، والمكتب حقه رهيب، ايش هذه؟ والله اشياء خطيره. طيب يلا جدنا مع السلامه، نشوفك على خير. خلينا نروح نشوف نكمل ندور على الرجال اللي قلت لي عليه، ومنها نقعد ايش ننزل. يا الله والله المنظر رهيب صراحه، الاجواء خطيره جدا في هذه اللعبه. ننزل هنا تحت، الاستمنة عندنا بتغلق ما انت داري كيف. خذ 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 رايزن يا حبيبي، خذ 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 واشفط، والله ماني عارف ايش فائدتها، بس الخشب والفايبر اكيد هنحتاجه، هنحتاجه كثير. خشب الحين الاشياء اللي قاعد اجمعها ثلاث اشياء، خشب وفايبر ورايزن، والله حتى اللي قاعد اجمع اكل كمان. وهذه المشروم، هذه المشروم يقول لك تحتاج ايه وتحتاج ايش؟ تحتاج نسوي خلينا نسوي كرافتنج يا حبيبي، لين احنا ما احنا ليه كذا؟ يقول لك هذا الفاس، حلو هذا الفاس اهم شيء. طيب فين البيكاكس؟ ما في بيكاكس، اوف ما في حجار معقوله في اللعبه ولا ايش حكايتهم؟ طيب هذه عندنا نحن حطيناها، الهمر ايوه ابني الهمر يا حبيبي، نحتاج الهمر حقة البناء. طيب نحط الهمر هنا، اوكي. تورش ما نحتاج دحين، تورش ما نحتاج تورش، الدنيا والله شكلها حتظلم علينا. طيب نحط الهمر دحين وهذا نضربه، يا سلام اضرب. ايش يطلع لي خشب ولا يطلع مشروب؟ يطلع مشروب هذا. ايوه فين ايش طاح؟ والله ايوه طاح، والله صدق اني جيعان اقدر اكله، ما اقدر اسوي منه ستيك. فين المشروم؟ فين المشروم يا حبيبي؟ هذا هو اللي اخذناه نحن، مشروم ستيك ولا ايش قلعته؟ ما انت داري. كل كل طيب كل يا حبيبي، ايوه كل ايوه، خل الاكل عندك مليان. وهنا ناخذ المشروم الثاني كمان، رهيب صراحه رهيب رهيب. ناخذ نعبي، يا سلام والله شكلها اللعبة جميلة صح؟ حاسس كذا باسترخاء وانا العبها. اوه ايش التمثال اللي هناك؟ ايش التمثال هذاك؟ بومة بومة، يقول لك فلان بومة. هنا ايش نطلع من هنا ولا لا؟ لا والله في في مطلعة فوق، ايش في هنا فوق؟ ايش الله يستر نطلع ايوه نستكشف يا حبيبي.
بس اهم شيء لا تطيح، اهم شيء لا تطيح، اترك الرايزن بعدين نجي. اوه لا لا لا، في اماكن خطره خطره، ايش قاعدين نسوي نحن؟ خلينا نروح ندور على الرجال. بس انا شكلي حموت، شكلي حموت، اقول لك ماني عارف كيف حنطلع لها فوق. ننزل نرجع نرجع هنا، في شيء هنا، في طريق، في طريق من هنا. احب الاستكشاف، احب الاستكشاف. شوف البومه هنا، شوف الله هذه، الله يشوف الفراشات تحت. خلينا ننزل نروح ندور على الرجال، ندور على الرجال وبلاش لعب وكل هذه الاشياء نجي لها بعدين، نجي لها ناخذها على راحتنا. ها الرايز اللي هنا ناخذه، ناخذه، ما نخلي شيء، ما نخلي شيء، نلقط كل شيء في الحياه، كل شيء في الحياه ننقطه. اهم شيء اللي نقدر نشيل، اهم شيء اللي نقدر نشيل. اللي تعجبني في إلدن رينج لما كنت القط الاشياء قد ما تلقط ما يقول لك والله امتلأت الشنطه، بس اظن له عدد صعب معين الاشياء. طيب ناخذ ايوه، خذ الرايزن اللي هنا يا حبيبي وانزل تحت وشوف، خذ الخشب، خذ الخشب. بصراحه حرف الفي لما تضغطه مزعج صح؟ مزعج. بس والله هنا شوف يقول لك اخذت رايزن مره كبير، ايش فائدته؟ ما اعرف صراحه، ما اعرف. يلا بس خذ خذ، خلينا ننزل تحت. نحن سوينا المطرقه صح، يبغى لنا نبني لنا بيت وقاعده عشان السبون بوينت عندي. شوفوا هنا اذا مو ترجع من ورا، والله مش ايش هذا. بدات الخطوره، بدات الخطوره يا نملات يا يا قبيحات. يعني شايفين واحد ضعيف عقله الاصبع، وهذا نمل اسود، في نمل اسود في لون احمر، والله كثير، والله هجموا علي، هجموا علي. كيف اسوي باندجز؟ والله شوف خذ، خلينا ناخذ اي، ناخذ هذا منهم. والله ايش هذا، ايش ناخذ منهم، وناخذ كمان راس النمله. وانفتحت عندي كرافتك، اوه اشوي راس النمله، شكلها لذيذ، شكلها لذيذ. خلينا اشوف اللي اخذته من عندهم اللينف هذا. ايوه شوف هذا، والله هذا يقول لك ينشرب، ينشرب. طيب ما يداري، خلينا ناخذ بس نمشي. قامت الدنيا تصير خطر، قامت الدنيا تصير خطر، ولازم اظن لازم وجبت ان نسوي لنا بيت، وجبت ان نسوي لنا بيت صح؟ ايش رايكم؟ هذه المنطقة شكلها جميلة، هذه المنطقة هنا شكلها جميل. شوف ناخذ خشب ونبدا، اظن خشب نحتاجه عشان نبني بيت صح؟ هنا هنا نسوي لنا كذا بيت صغير محنتك، يعني بس مؤقتا عشان نشوف نحن عشان الناس بنروح ندور على كل الناس الحين، فيبغى لنا قاعدة، وخاصة إذا متنا نرجع. طيب نحط المطرقة الحين، كل الألعاب الكرات، صندوق وسمبل بيت، لازم بيت، يقول لك بيت ليه؟ عشان ريسبون، شفتوا زي ما قلت لكم عشان ريسبون. وورك بنش وكام فاير لازم يشتغل، بس اهم اي الفاونديشن حبيبي، فاونديشن فين، فين راح يا حبيبي الفاونديشن؟ ايوه كذا، لا لا تخلي في الارض، ارفعه شويه كذا، ارفعه يعني يطلع جميل لما ترفعه. طيب كذا ايوه، ندور كذا، كيف ندور يا حبيبي؟ ايوه كذا يا حبيبي، تعال كذا، يا سلام يا سلام. ابغى ثلاثة في ثلاثة، ليه ما راضي يجي هنا؟ شوف النملة، في نملة هنا مزعجة، مزعجة، بعدوا عني يا نملات، بعدوا عني، انا اكل راسكم، اكل راسكم. تعال تعال، حتى هذا اشربها، اشربها كمان كذا. ايش النملات المزعجات هذول؟ خليني خليني اركز في البناء لو سمحتوا، لو سمحتوا. ايوه ابغى ثلاثة في ثلاثة، بيت صغير ما ابغى اكبره بصراحة. بعدين نسوي غلق، ايش غلق من ايش يبغى، ايش يحتاج؟ غلق الفايبر يا حبيبي، غلق الفايبر، الفايبر هذا يبغى لنا منه كبير. طيب خلينا نروح نجمع فايبر، نجمع، يلا حبيبي نجمع يا قلبي، جمع. لا تقول لا للفايبر، يلا فين فين فين، هنا في فايبر، اضغط الفي وهو يطلع لك الفايبر فين مكانه. اوه شوفوا الفايبر قديش، شوفوا بس اضغط قدام واضغط الفي. طيب وطلعت الخشب، ما هذه هذه نكسرها نطلع منها خشب ولا كيف؟ هذه اي والله، لا يقول لك احتاج ايش؟ ما يحتاج، هذا الفاس معفنه، يبغى لي فاس احسن منها. طيب ايش الفاس اللي يبغاه الحين؟ هي يبغى كرود هاتشت او ربيتر كرود. انا اللي عندي ايش؟ اللي عندي وود هاتشت. طيب طيب يا حبيبي حنسوي لك، انت لا تزعل، حنظبط لك ان شاء الله باذن الله ونجي. بس فين فين؟ ايوه هات هات، ايوه هات الفايبر، فايبر. طيب نقدر نبني الحين ولا ما نقدر نبني؟ لو سمحت لو سمحت، نبغى نبني الفاونديشن. ايوه يا سلام يا سلام، اظن اظن يكفينا ثلاثة في ثلاثة صح؟ بيت صغير محنتك، حلو حلو، ممتاز ممتاز. نخلي الباب من هذه الجهة ولا كيف الباب؟ اول شيء نسوي البيلد. يا هذه انا هذه كنت احبها، انا ما احب البيوت العادية. شوف النملة هذه الحقيرة هنا قاعدة لي،
طيب خليني اسوي باب، ابغى اسوي باب احطه كذا مثلا، حط هنا الباب اوكي، ونحط شباك هنا وشباك هنا. ما في ماتيريال، يا سلام. وشباك هنا وشباك هنا، يلا يا سلام. والباقي مصمت زي ما احنا متعودين، زي ما احنا متعودين اوكي. يلا حلو حلو البناء، حلو البناء صح. احس البناء في اللعبه ممتع. ان شاء الله بس يكفي، ان شاء الله بس يكفي والله، مع انه بيت جربان كذا بالورق بالخشب والفايبر يعني ممكن تجي الريح تدف لي. يا سلام يا سلام. يلا اخر واحد. اوه ايوه اوكي، حلو حلو حلو. والله عندي طلع ريسورس كثير، يعني كم عندي خشب، عندي الفايبر خاص بيغلق، الفايبر بيغلق، الخشب لا عندي كثير خشب. طيب الحين نجي للشغل الحلو. فين الركنيات؟ الركنيه اللي هنا ايوه، حط لي ركنيه هنا. يا سلام، ركنيه هنا ايوه. ما في ماتيريالز، ما في ماتيريال. طيب خليني اروح اجيب. والله جانا الليل وانا ماني محصل فايبر كثير. فين الفايبر؟ فين راح الفايبر؟ فين راح الفايبر؟ كله غلقناه شطفناه، وما ابغى بعد، خايف من النمل القبيح يهجم علي. اوه والله الشاطئ هنا حلو كمان ايش هذا؟ اوف برغي. وهذا مفتاح؟ لا هذا مو المفتاح اللي ابغاه، هذا المفتاح اللي ابغاه شكله عجيب. طيب ناخذ من هنا كمان. وايش هنا في ايش هذا؟ ايوه صبغ صبغ صبغ. فين والله؟ خلينا احط الشعله دحين، بيجينا الليل صح. ما سوينا الشعله نحن، سوي شعله حبيبي. النمل القبيح، قلت لكم انا خايف من النمل القبيح. تعال 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 تعال، لا تقول انا وريتي كيف، كلكم اضربكم مع بعض مع بعض عشان تموتوا موتوا، وادوني راسكم اكلوا. يبغانا نسوي كام فاير، والله يبغانا نسوي كام فاير. طيب بس ما جمعنا. فين الشعله؟ حط الشعله حبيبي، ايوه حط الشعله. حلو يا سلام، يعجبني لما يكون الشعله يحطها في يد ويستخدم اليد الثانيه عشان يجمع ويكسر فيها الخشب. طيب هنا في فايبر كثير. واو يقول لك جات عاصفه، لازم ارجع لهذا ولا ايش؟ طيب طيب طيب، لازم نسوي لنا بيت، والله لازم نسوي لنا بيت. شفت كيف ضروري نسوي البيت من البدايه كنا خذ الفايبر هذا يا حبيبي. يلا خلينا نغلق البيت، يكفي الفايبر اللي جبناه ولا ما يكفي ما ادري والله. فين بيتي؟ ضيعته. مره اضاءه خطيره في اللعبه، مره اضاءه خطيره. طيب فين الباب؟ فين الباب؟ ايوه حطيت الباب هنا. ايوه اوكي، يلا حط ركنيه يا حبيبي، حط ركنيه. خلينا نقفل، خلينا نقفل باب. ايوه ايوه. لا المشكله انه هذه، لا المفروض انه هذه، لا زي كذا صح، هذه كذا، وبعدين الركنيات كذا. ها بعدين نحط واحدة زي كذا، ما نعرف هي تضبط هي كذا ولا، والله ما يداري هي كذا صح ولا لا. بس يلا يلا، بس سوي لنا بيت، سوي لنا بيت عشان العاصفة شكلها. شوف حط جاني خطر. يا سلام، اوف اوف الدنيا بتتهتز. لا يكون بيت هذا ما يكفي. طيب ايش يبغان؟ ايش يبغانا؟ يبغانا يقول لك ما عندي فايبر، ابغى اقفل هذه اللي هنا، الفتحه اللي هنا. والله عواصف شديده، فريزنج وير فريز، يقول بتجمد. طيب ابغى فايبر بس، في ابغى فيه. اوف انا بتجمد. الهيلث بينقص، الهيلث بينقص. كيف البروده جوا؟ كيف البروده؟ كيف البروده؟ خذ ايوه يا سلام، خذ ايوه، خذ هيل، خذ اسوي هيل، سويت هيل نفسي. ابغى فايبر، لازم ادور لي فايبر عشان اقدر اقفل الفتحه اللي في الراس هذه. روح دور كذا بس، اهم شيء. اوه الحمد لله غلقت العاصفه. والله النمل هذا بهدلني، كل مكان بيهجم علي، كل مكان. ايش هذا؟ موتوا، يلا يلا هاتوا موتوا، هاتوا هاتوا اللي عندكم. المشكله الفايبر فجاه ادور عليه ماني محصله، والله لازم اخش شويه في الغابه، ماني محصل الفايبرز، ادور عليه. يلا يلا يلا، فين فين فين؟ طيب شكلنا لازم نقطع البحر عشان ندور على الفايبرز. مره لا اموت، بس لا اموت. اوف اوف، شوف الجراده، جراده. لا لا لا، بعد شكلها خرطي، راح تذبحني ولا صاحبتي، ما اعرف صراحه. بس ما في فايبر. طيب جبنا بما فيه الكفايه، جبنا بما فيه الكفايه. تعال نرجع بس لبيتنا، بس اهم شيء لا اموت في المويه هذه.
نط عند المفتاح الجميل، بيتنا هنا في جنب المفتاح. يا فراشة يا حلوة، عاجبك بيتي؟ والله بيتنا خطير، صح انه عشة لكن خطير. الحين كمان نبغى اسوي باب، يعني مو معقولة باب بيت مفتوح فين الباب حقه؟ طيب خليني بس هذا كذا نحط، لا ما ينحط كذا، اظن يتقفل كذا، يتقفل ولا ما يتقفل؟ والله ما تدري الا والله يتقفل. يا سلام، طيب باب، اهم شيء باب، ايوه اهم شيء سوي لنا باب. يا سلام، باب جميل وبيت جميل ونملة، هذه نملة روح على البيت. شوفوا ايش رايكم في بيتي، والله بيت جربان وحالته حاله بس حلو. طيب اهم شيء نسوي الاشياء اللي جوا، ايش هذا؟ في اشياء مهمه جدا نسويها جوا، اللي هو السرير. سوي السرير يا حبيبي، سوي السرير. فين الديكوريشن؟ ايش ديكوريشن؟ سرير، ايوه اهم شيء السرير، نحط السرير، حط السرير يا حبيبي، حطه كذا، ايوه راسك هنا، ها. فنروح نسوي بايندينج على طول، اكتيفيت. يا سلام، خلاص اذا متنا نرجع من هنا بدل ما نرجع من بعيد. واهم شيء كمان نسوي الكام فاير. فين الكام فاير؟ نحطه هنا. احبهم والله، صاروا مطورين خلاص، يخلوا الكام فاير تشتغل بدون نار، بدون حطب قصدي، خطيره خطيره. طيب ايش الاشياء الثانيه المهمه؟ طيب سوينا هذه، وركينج بنش، وركينج بنش، لا يقول لي ناقص شيء، جبت لكم الاشياء كلها. ايوه ايوه ايوه، شوف وركينج بنش والله على حاله، وصندوق، وصندوق هنا في جنب الوركينج بنش، عند الباب صراحه، عند الباب نحن حاطين المفروض زينا، ها بيت صغير صح؟ طيب يا سلام يا سلام، خلينا نشوف ايش الوضع. الصندوق هنا كذا راسه صح ولا لا؟ ايوه ايوه راسه كذا صح، اذا فتحناه يطلع كذا. طيب وهنا الورك بنش ممتاز، وهنا الفاير، الفاير خلينا نطبخ، جبنا معانا اشياء كثير. فين الاشياء نقدر نطبخ؟ ايوه شوف هنا يقول لك راس النمله تقدر تطبخ، ايوه سوينا اكل، سوينا اكل راس النمله ومشروم ستيك، حلو. طيب ايش في شيء ثاني مهم؟ الباب فين؟ الباب شلته ولا فين راح؟ حطيت، ايوه لا كذا ينفك وكذا ينفك. طيب نقدر الحين ندلع نفسنا، نسوي ديكور، نسوي ديكور بسيط، ونحط لنا طاوله. يا سلام، طاوله ونحط لنا كرسي. طاوله جبت اظن هذه، انا اخذت حقه البيبسي، غطى البيبسي سويت منه طاوله. وهنا نحط كرسي هنا وكرسي هنا، وبيت صغير حتى العفش ما يقدر يجي له. طيب ايش اهم شيء؟ اهم شيء الحين نسوي بيك اكس. فين البيك اكس؟ اهم شيء. اوه كمان نبغى نسوي باو، حلو حلو حلو. ما في بيكاكس في اللعبه، غريب والله. الباندجز، سوي باندجز، سوي باندجز، اي نبغى باندجز كثير بصراحه. ايوه ايوه اشتغل اشتغل باندجز عشان نقدر نسوي هيل، حلو. غير الباندجز نبغى نسوي؟ نبغى نسوي لنا الباو، حلو. ليه اسوي كثير باو؟ ليه اسوي كثير باو يا حبيبي؟ نبغى واحد باو نحن بس. شوف بالله سويت باو كثير ليه؟ ايش الغباء؟ الحين ضيعت علي الماتيريال، ابغى اسوي اسهم، كيف اسوي اسهم؟ شوف البيكاكس هنا. البيكاكس تحتاج تحتاج المندبل حقه النمله، فك النمله. طيب الحين خليني احط الاشياء. شوف يعني انا ماني عارف ليه مسوي بالغلط، مسوي كثير، انا كنت احسب اني اسوي اسهم. طيب ما عندك مشكله، نحطها هنا، والله كثير ما اقدر افكفكها. طيب وايش نحط؟ لا نحط واحد سهم عندنا هنا، هل نحتاج؟ فين فين نروح؟ واحد سهم نحطه هنا، ايوه وبعدين نحطه رقم 4. هل اقدر احتاج؟ والله احتاج، ما عندي ارو، ما عندي ارو، كيف اسوي سهم بدون اسهم؟ عاصفة عاصفة والله، عاصفة عاصفة شديدة. ما في درج؟ اللعبة هذه صح يبغى لي اسوي درج. خشب، غلق الخشب عندي، غلق الخشب، يبغى لي اروح اجيب خشب، خلي ادبر خشب في العاصفه هذه لسه. استنى سوي باندجز يا حبيبي، سوي باندجز، انت تبغى تموت. خلينا ناكل راس النمله عبال ما تغلق العاصفه، ايوه كل كمان راس نمله كمان، وكل مشروم. لا خلاص خلينا نشوف الورك بنش، يمكن نقدر نسوي اسهم. فين الاسهم؟ هذا هامر، هذا باندجز. شوف الارو، يحتاج خشب، لازم اروح استنى بس العاصفه تغلق اروح اجيب خشب. شوف البيت حقي مع العاصفه يبغى ينكسر، يبغى ينكسر. يا الله ممتاز، جبنا خشب وغلقت العاصفة،
خلينا اول شيء نسوي لنا درج بدل ما انا قاعد طالع ونازل كذا، ما هو راضي يسوي درج ولا ايش المشكله؟ عشان المنطقه هذه ما هو حق بنا يعني غريبه، ما هو راضي يجي درج. يا الله، طيب طيب خلاص خلي بعدين نسوي درج، دحين نسوي لي شعله انا ماني شايف، واخش جوا واسوي فين ابغى اقدر انا اقول له نام للصباح. نام نام طيب نمت ما جاء الصباح ولا هو بيجي الليل؟ والله جاء الفجر. شوف الشجر كبير، وايش هذا التمثال لين؟ والله ما تدري شو هو. طيب ايش يبغى اسوي؟ خليني اروح اسوي البنش هنا، اقول له سوي لي يا حبيبي اسهم. ايوه كذا حطت الاسهم، ممتاز. خلينا نروح نشوف ايوه تعالي نجرب عليكي، والله خطيره. نبله صغيره ما يموذي يديك، تعالوا انتو. تمام صدق والله مو مره قوي، ما هو مره قوي. لا 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 لا, لا ما. ايش هذا الاسهم؟ ما هي قويه. ليه كذا؟ ليه كذا؟ ليه زعلوني؟ طيب خلينا اشوف، ما اقدر اسوي لي اقوى من السهم هذا. اوه هذه صفيره تجيب البت حقك. شكلها فيها اللعبه تركب على حشرات. يا سلام، ابغى اسوي السيف هذا. السيف هذا الدمج حقه كم؟ كم يعور؟ من 8 ل 11. اللي عندي هذا كم يسوي؟ لا لا لا، هات السيف يا حبيبي، سوي لي واحد سيف. خليني احط الاشياء في الشنطه في الصندوق، خليني احط الاشياء في الصندوق. فين راح؟ ايوه عندي قرنبع مره كثير، مره كثير قرنبع. هذه ايوه حطها هنا، ما ابغاها، وهذه ما ابغاها، وهذه ما ابغاها، هذه الاشياء القديمه. والسيف فين السيف؟ هذا السيف حطه بدل هذا، شكله والله السيف قوي. خذ هذه الروسهم، روسهم خذها عشان تاكلهم، عشان نروح هنا نطبخهم ناخذ روس النمل. يا سلام، وكل كل كل يا حبيبي، كل كل كل. طيب اظن دحين نروح للمكان اللي قال لي عليهم، في واحد قريب هنا، خلينا نروح له بشوف كيف اوصل له. اوصل له يقول لك من هذا الطريق، شوفوا شوفوا في البوصله، شوفوا هنا في البوصله شايفين، من هذا الطريق هنا. يلا امشي. ايوه الله يستر الله يستر، بس انا معايا السيف، معايا باندجز، حاطط باندجز معايا، ان شاء الله امورنا طيبه. ايوه خذ معك خشب، ايوه خذ خشب، خذ 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 خذ. طيب وبعدين لازم نقطع البحر هذا، الله يستر لا اموت في البحر. طيب ها يقول لي، كان تحذرني يقول لي لا تخش من البحر. اطلع اطلع، والله كنت حمود. طيب حلو، اوه خلية نحل لذيذ، عسل عسل طالع منها. اوكي اوف اوف، تعال اذا بالله جيبوا لي الفك حقكم، جيبوا لي الفك حقكم. شوف قوي قوي السيف، السيف قوي اقوى من يا سلام يا سلام، والله ذبحتهم ذبحتهم كلهم كلهم. خذ خذ تعال تعال، ما في عندك فك؟ كلها روس، ابغى فك، ما في فك، والمفك مره خطير عشان هذول هذول النحلات. انتبه انتبه منهم، خليني بس اعالج نفسي، احاسس اني حنفرش. خذ سوي هيل يا حبيبي، سوي هيل، خذ الهيل يطلع بشويش، وبعد عن النحلات يا حبيبي، بعد النحلات هي دقتهم القبر، دقتهم ايش؟ والقبر. اجري اجري. طيب نروح من هنا ولا نروح من هنا؟ ماني داري بصراحه، انا شايفه في الخريطه هناك. اجري 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 اجري, أجري. اوف ايش هذا الغار هذه؟ اوف لا لا لا، هذا صرصار، اكره الصرصار. انا كمان كبير مره كبير يا محفل، اجري. اوف ايش النمله؟ لا لا لا، جاني الصرصار، جاني الصرصار. لا والله بعد 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 على صراصير. لا لا لا، اتعورت، حموت انا وشكلي ولا ايه؟ ماني عارف والله، مع الخوف اكره الصراصير. استك يا حبيبي، انا استك، نقول له كاركتر استك، انا استك ولداي. لا لا لا، بيموت لي شخصيتي والله، ماني قادر. استك بقت، شوف في الخشبه، شوف كله عشان النمله. طيب اذا سويت له انا استك هيقتلني، ايش؟ الله المستعان، قتلت نفسي عشان اخرج من الاستك المعفن هذا. البق ايش البق؟ والله بسطحت اشياء كلها. طيب نرجع ونشوف، نرجع له. يلا طيب هنا الصرصار موجود، ما ابغى ابعد عنه، ابغى اروح جثتي. والله يعني من اول يوم في اللعبه كذا اموت، ايش البلاله هذه؟ شوف الصرصار حقير، جاني شافني شافني جاني جاني. ايوه شوف الجثه هنا، الجثه هنا هنا موجوده، يعني انا ما اعرف كيف بقت. شوفوها كيف بقت، اطيح هنا، شوف اطيح اطيح بشويش 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 بشويش. ايوه
يعني اللعبة مبقبقة. أخذت أشياء أخيرا. بالله مين يضربني هذا؟ مين يضربني؟ أوف أطلع فوق أطلع فوق. ها هنا في ناحية. تعال تعال أنتوا أوريكم أنا جانا عندي. تعال 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 تضربوني عشاني أنا كنت ضعيف. أنا أوريكم أنا أوريكم. ها سوي الهيل يا حبيبي وبعدين نكمل. الرجال المطلوب نقابله موجود هنا. شايفينه موجود هنا. حلو فينه؟ والله المكان عجيب. طيب هذا الرجال أرسلني لك العجوز. إيش هذا؟ إيش فيه هنا؟ فيه حجار. إيش عنده يا حبيبي هذا؟ إيش هو هنا؟ أوف أوف تعال. ها أرسلنا لك العجوز. أوه يقول لي كمان دلع على واحد اسمه سكادي أو واحدة. يقول لك كمان يسوي أربو. طيب أوف 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 شوف هذا يسوي بروتكشن حقه مرة خطير بس يحتاج حجار. ما عندي بيكاكس ما عندي بيكاكس. طيب وقال لي إنه هنا المنجم أظن. شوفوا المنجم هذا طاح عليهم العمال وماتوا أظن ولا إيش حكايتهم. في عندهم مشكلة شكله. يبغاني أشوف المنجم هذا أكتشفه لأنه شايف هنا ما نعرف إيش طيع عليهم. شكله لازم أساعدهم. والله بس شوف في نمل أحمر شكله النمل أحمر مرة قوي. لا أرجع أرجع أرجع. طيب أعزائي المتابعين يكفينا هذا القدر. وصلنا لنهاية الحلقة. قولوا لي إيش رأيكم في اللعبة. تبغوا تعرفوا هذا إيش قصته؟ إيش قصة المنجم؟ تبغوا تعرفوا كيف نجيب علاج الملكة ولا لا؟ شوف هذول والله جرحى طاح عليهم المنجم. في انتظار تعليقاتكم وفي أمان الله.